الآن مشاهدين الكرام، مثل ما عودناكم مؤخرا في صباح الخير يا عراق أن تكون إن جولة بواحدة من المحافظات العراقية الحبيبة. اختارينا اليوم محافظة السليمانية وتحديدا شارع سالم. راح يكون ويانا الزميل عمار حكمة. صباح الخير عليك وعلى أهالينا كلهم بالسليمانية. يمكن تعتبر السليمانية واحدة من الأراضي المنخفضة نسبيا على مستوى العراق، يمكن درجات الحرارة بها مختلفة. خلينا بصورة شارع سالم وصورة السليمانية وشلونهم أهلنا هناك. صباح الخير عليكم زملائي بالاستوديو، وصباح الخير على كل مشاهدي العراقية. بالتأكيد احنا متواجدين حاليا في شارع سالم، احد الشوارع الرئيسية المهمة في مركز مدينة السليمانية، واللي سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشاعر الكردي الراحل الكبير سالم. طبعا من الناحية الجغرافية أو ناحية المكان يتوسط مدينة السليمانية، نهاية هذا الشارع يربطنا بشارع مولوي والسوق الرئيسي في مركز السليمانية، مركز مدينة السليمانية. ومن الجانب الآخر على امتداد الشارع يربطنا بالطريق الخارجي الرابط بمحافظة كركوك والمحافظات الجنوبية. أغلب أو نقدر نقول كل الزائرين اللي يزورون محافظة السليمانية لازم يكونون متواجدين في هذا الشارع أو يمرون به أثناء دخولهم إلى مدينة السليمانية. إلى مميزات، إلى خصائص هذا الشارع، كل الساكنين وكل الزائرين يعرفون شنو شارع سالم، اللي مثل ما تشاهدون حاليا يتكون أو يضم محلات عديدة من المطاعم والأكلات الشعبية الكردية اللي معروفة واللي تستمر مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل. هو ملتقى الأصدقاء والمحبين وملتقى السائحين والزائرين هنا في مدينة السليمانية. طبعا هذا الشارع حسب الاستفسار واللي سألنا عليه تقريبا تم تأسيسه أو تطويره بهذا الشكل في ستينيات القرن الماضي. فيما سبق ذلك كان ما موجودة هاي البنايات وهاي المحلات. حتى سنة 57 مثل ما استفسرنا أنه كان مجرد شارع بسيط، هو عبارة عن مدخل مدينة السليمانية أو مركز المدينة. أنا أحب لمعلومات أكثر إذا تسمحوا لي زملائي نلتقي بالسيد ريبوار دلاك، شاعر ومثقف. عفوا وجهك للكاميرا. صباح الخير استاذ ريبوار. صباح الخير، اهلا وسهلا بالتلفزيون العراقي. شو اخبارك؟ والله الحمد لله زين. احنا اليوم متواجدين بشارع سالم، هو شارع رئيسي مهم في مدينة السليمانية. نحب من خلال معلومات حضرتك تتكلم لنا بمعلومات بسيطة مهمة عن تاريخ هذا الشارع ويا سنة أسس وسابقا شلون كان وحاليا شنو؟ خلاص. الشوارع مالت السليمانية كلها مسميين بالشعراء القدماء. هاي شارع سالم مسمي بواحد شاعر القديم اسمه سالم. هاي الشارع كان مو سايد، سايد واحد يعني سيطرة المات السليمانية بالإعدادية الصناعة بالفوق وبس. يعني عفوا يعني السيطرة الرئيسية سابقا كانت سابقاً في بداية السوق. في بداية ايه كان ماكو احياء هناك. هاي شارع سالم سايد واحد. بال57 اجي الملك لهناك، اكو فيضانات بسليمانية فصل الشتاء واهل السليمانية والبيوت كلهم مضررين بالشسمه بالفيضانات. 51 هاي الشارع كان سايد واحد، وهاي المنطقة كان ماكو بالقديم، بس المعمل ثلج اكو، وهاي معمل ثلج ثانية هناك بعد كل شيء ماكو. الإشارة عفوا حتى نكمل كلام حضرتك، انه بالاخص في شارع سالم هاي المنطقة اللي احنا متواجدين بها حاليا تسمى صهولكة. صهولكة من وين اجى هذا التسمية؟ هاي معمل الثلج. ما واحد يصعد الباص يجي ليش اسمه يعني يقرب من المعمل الثلج يقول صهولكة، نازل يم الصهولكة يعني. بالنسبة إلى الصهول اللي هو الثلج. ثلج إيه صهولة كان مكتوب، بس هاي اسمها شارع سالم. إلى تاريخ، إلى مميزات. طبعًا إحنا ذكرنا هسه ذكرت أنا إنه أغلب الزائرين والحاضرين واللي موجودين من الأصدقاء في مدينة سليمانية لازم يزوره، إذا مو يومية بين يوم ويوم، لأن هو ملتقى الأصدقاء والأحبة.
هاي بالنسبة اللي قلنا هاي كان بالثمانينات مسمي بالمنصور مال بغداد يعني هيك يعني مثل شارع المنصور طبعا. الناس يجي لهناك حتى المثقفين حتى الشعراء حتى الأدباء يجين لهناك يعني يوميا يلتقون ويا أصدقائهم يجون لشارع سالم صولكة وأحلى منطقة كان بس شوية لا مو أحلى بالثمانينات أحلى من هاي إيه. والدكاكين هاي الدكاكين اللي ورايا ب53 بناوا هاي الدكاكين مال صاحبها مصطفى كنجريني هاي كان بالش اسمه هاي المنطقة ماكو بيوت بال57 ما أدري هيك يعني أكو بس بيت مال مصطفى الكنجريني وأكو بيت وراهم اسمه حسن درهي أبو الأصدقاء سرور وسوارة هاي كان هاي البيت يعني إحنا نقدر نقول هو من الأماكن الأثرية أو الأماكن المهمة التاريخية القديمة شارع سالم في مدينة إيه طبعا طبعا حتى الفيستيفالات من إجى اسمه الملك إجى اللي هناك السيارات كلها استقبال على مود يجي شو اسمه حاليا شيء تميز شارع سالم خلينا احنا نقول هسه ساعات صباح الاولى نوعا ما هدوء به طبعا اكو رواد اكو زائرين للمطعم يتناولون وجبه طبعًا. الافطار بس برايك ساعه الذروه انه يكون ازدحام بالليل هي تدري شلون هاي المنطقه كان عقاري العقاري اللي راقيين بها المهندسين الموظفين اللي شويه زناقين يعني حتى تل شو اسمه تل العلي ناجي ذناقين بها بالصبح ما عندهم شغل يعني يمكن اطفالهم اولادهم ينامون ورا الظهر يبينون بشقيت بالعصر من شويه قريب المغرب الكل يجي لي هناك حتى يشرب شاي واصدقائهم يسولفون على المدينه على الدنيا على كلها على الحب على كل شيء طبعا هي الحياه اذا مو حب اي طبعا حب الوطن حب الاهل حب الحبيب استاذ ريبوار سؤال اخير انت تقريبا يوميا تكون متواجد بهذا الشارع هاني من 89 اني عندي محل هناك يعني يعني فد يوم رحت للبنان ثلاث ايام كنت هناك بالشغل ما تحملت يعني اي طبعا هسه اني يعني هاي اجي للدمي هاي الشارع سالم ما اقدر يعني اروح مثلا للربيلو اسبوع هناك ما اقدر يعني شن يعني ويا يعني اي متعود واللي معمل الثلج موجود لحد الان هسه معمل الثلج مال السيد قادر كان المعمل كلش قديم من واحد ارمني اسمه قربيت وكان عنده شريكين وهاي السيد قادر اجى اشترى هاي السهم هسه صار شراكه بيناتهم بس هسه مالت السيد قادر موجود. كلش قديم اي موجود هاي اي بهاي شارع بهاي معمل السلج نقدر نسمع بيتين شعر بالكردي اي معمل ثاني هناك بسوري جراند على الدكاكين هناك كان هاي كلش قديم هم طيب احنا حسب طلب الزملاء عمار اذا تسمعنا ريبوار دلاك معروف كشاعر عمار ولو سطرين شعر بالعربي تسمعنا بالعربي والله ما اعرف بس الشعر مالتي كله بالكردي يعني نعم اسمعك زميلي وراح اطلب منه انه يلقي لنا شعر بالعربي ماكو بالعربي ما عندي والله طيب بالكردي عربي شويه صعب لي طيب بالكردي واحنا نحاول نترجم شنو تريد على شنو تريد الغزل الحب الوطن هسه ما حافظ هاي بس فتشي على العمر تمن وكو قولي قوايا بايس ايبار انجي جواني بهاري جناي جنتو بسرت شو وادي جياني ناخق وكو بيابان بي قل ناقري بآساني بدوري دا ناخل توا برواني عشقي جاراني بيري يخي بيقرتومو لدرقاي تمني داوم شراي جيان خاموش لام لناو خمشا تاساوم قلاي زردي بيرداري رنگ فريوي برها تاوم استمن ششني خاششي وش كلاتي ببي آوم كأور أدمو لقشت مني رابردو بتنهاية دقار يكان ما لناخ ما أهاتو أتشو استش خزاني بهارة لناو خما تنيا كوتو آسمان سايقي لبرا بوبا هوري خمدا قرتو اتل برمني دم خوش دس خوش زور سباس كاك ريبوا عمار حكمة شكرا جزيلا أنا لعرفه بالكردي دس خوش ممكن عشتيدك أي هاي عرفها فنقول له عشتيدك العمار حكمة خلانا في جولة جميلة في شارع سالم السليمانية الحبيبة.